يقول إذا كان ولي الأمر يأمر بالكشف قبل الزواج حتى يتبين المرض إذا كان الرجل أو المرأة فيهما مرض معين، هل يجوز لي أن أكشف قبل الزواج؟ لا يجوز إلا إذا ألزمت، إذا ألزمت بهذا ولا تزوج إلا بالكشف تكشف، أما إذا كان يمكن أنك تزوج بدونه فلا يلزمك الكشف. نعم.